الحمد لله رب الأرض والسماوات، جعل الجنان منازل ودرجات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا صلوات ربي وسلامه عليه على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، القائل في كتابه: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. أيها الإخوة المسلمون، حديثي معكم اليوم عن الجنة، بل هي ليست جنة واحدة، بل هي جنات عديدة يا أحباب رسول الله. نعم، هكذا أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إنها جنان كثيرة. فالجنة هي دار الكرامة، والجنة هي دار الرحمة. ففي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. هكذا يقول الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. فالجنة يا أحباب رسول الله هي دار الرحمة والكرامة التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. والنبي قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنها جنان كثيرة. والقرآن يعدد أسماءها ويبين صفاتها ويخبرنا بالأعمال التي تبلغنا الجنة. فأخبرنا القرآن بجنة المأوى، وأخبرنا القرآن بجنة الفردوس، وأخبرنا القرآن بجنة عدن. ونقف عند كل واحدة منها وقفة سريعة، فإن حرارة الشمس ملتهبة، والكثير من إخواننا يقف تحت حرارة الشمس. لذلك نسرع الخطى ونحن نتحدث عن الجنة. فأولها جنة المأوى. نعم، يقول القرآن فيها حينما سماها عند سدرة المنتهى: عندها جنة المأوى. وذكر الأعمال التي تبلغنا إياها، فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون. وأخبرنا أنه من خاف الله يسكنها. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم يا أحباب رسول الله، وأما الفردوس فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعلى درجات الجنان، وأخبرنا بأن الفردوس أعلاها،
وليس هكذا فقط، بل أعلمنا أن أنهار الجنة الأربعة تصب وتنطلق من الفردوس الأعلى، فأخبرنا أن الفردوس تتفجر منها أنهار الجنة الأربعة. وأخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أننا إن سألنا الله قال فاسألوه الفردوس الأعلى، وذكر بعضاً من صفات الذين يسكنوها في أول سورة المؤمنون حينما قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، وأخذ يعدد صفاتهم إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن أراد أن يكون من ساكنيها فعليه أن يحقق صدر سورة المؤمنين في أفعاله وأقواله. نعم، وفي آخر سورة الكهف قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأما جنات عدن فهي مساكن، مساكن أعدها الله تبارك وتعالى لمن آمن به واتقاه. فقال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فهي مساكن وهي درجات يا أحباب رسول الله، فمن أراد أن يفوز بمسكن فيها فليحرص أن يكون من المتقين، لأنه قال فلنعم دار المتقين جنات عدن، وقال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. ثم أخبرنا بخبر آخر قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. نعم يا أحباب رسول الله، ثم أخبرنا بأشياء وأنت في الجنة وصفات، قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأخذ يعدد حتى وصف حالهم بالجنة، وأخبرنا بأن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، فقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذه الجنان يا أحباب رسول الله، هذا بعضاً من أسمائها وبعضاً من صفات الذين يدخلونه. فيا أحباب رسول الله، تلك الدرجات العلى، فقال وذلك جزاء من تزكى جنات عدن. هذه الدرجات نحن نعلم جيداً أن الله تبارك وتعالى جعلها جزاءً لعباده الصالحين، فلنحرص جميعاً يا أحباب رسول الله أن نكون من هؤلاء. نسأل الله طاعته وطاعة رسوله وطاعة من أمرنا بطاعته، امتثالاً لقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حمدا لله عز جلاله فلا تدركه الأفهام، سما كماله فلا تحيط به الأوهام، شهدت أفعاله أنه الحكيم العلام. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نعلم بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة درجات، فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض، 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. ما الذي جعل هذه الجنات درجات؟ ما الذي جعل بينهما تفاضل؟ إن إيمان العباد بالله، وإن طاعاتهم لله، التفاضل بينهم في الإيمان والتفاضل بينهم في الطاعات جعل تفاضل بين درجات الجنان. نعم يا أحباب رسول الله، لذلك قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، وقال: فليتنافس المتنافسون. فإن التفاضل بين الإيمان، التفاضل في إيمان الناس وبين أعمال الناس، وهذا الفرق جعل هناك تفاضل في الجنات. لذلك لا بد أن نحرص ونتسابق يا أحباب رسول الله لنفوز بأعلى الدرجات، ولا بد أن نعلم أن الوفاء بالعهد، وأن صلة الأرحام، وأن محاسن الأخلاق، وأن الإنفاق في وجوه الخير، كل هذا يجعلك في أعلى الدرجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. لذلك هناك أعمال تجعلك في أعلى الدرجات: وفاؤك بالعهد، صلتك بالأرحام، صلاتك، إنفاقك في سبيل الله، كل هذا يرفع لك درجات. أخلاقك العالية ترفعك إلى درجات أعلى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنان، وأن يغفر لنا حوبنا وخطايانا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تصلي وتسلم على سيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، تقبلنا في الصالحين، واغفر لنا حوبنا وخطايانا يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها وأمنها ورخاءها وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفق ولي أمر البلاد فيها لنصرة الإسلام وعزة المسلمين، انصره بنصرك وأيده بتأييدك يا رب العالمين، وإخوانه وحكام الإمارات أجمعين ونائبه ولي عهده الأمين، واجعل ذلك لولاة أمور المسلمين في كل مكان، بجودك ومنك يا حنان يا منان. اشف مرضانا وارحم موتانا واهد من أذانا ولا تخيب رجاءنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تغمد الوالد الشيخ زيد برحمتك، وأخي الشيخ مكتوم برحمتك، وإخواننا شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحابك يا رب العالمين، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. افتح لنا في قبورنا بابا إلى الجنة، نشم من ريحها وطيبها، وننعم بالنظر إلى حريرها وسندسها. اللهم تغمد شهداء الوطن الأبرار برحمتك،
اللهم تغمد شهداء الوطن الأبرار برحمتك، أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها،
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.